ورحمة الله وبركاته. اليوم إن شاء الله الخامس راح نستكمل حل معجم الدلالة والفهم والاستيعاب من درس طبيب الأسنان. افتح الكتاب صفحة 87، أضف إلى معجمك اللغوي: الرحالة، دائم التنقل، المغزى، المقصد، وديع، ساكن، حسب، ظن، هائلة، كبيرة، بالغ، شديد، يحيق، يصيب، داهم، مفاجئ. استخرج من النص ضد كل كلمة من الكلمات الآتية، عكس يعني من النص: عكس أليف، أليف، عكسها مفترس، اختلاف، اتفاق، عكس الوداع الاستقبال، عكس اني اوده واحد اني ايش اني استقبله. فرق في المعنى فيما تحته خط: ترى ما العلاقة القائمة بين تمساح مفترس وطائر وديع. معنى القائمة اللي هي ايش؟ الواقعة. أعددت قائمة بأسماء الكتب التي سأقرأها في العطلة الصيفية. أعددت قائمة يعني ورقة عليها أسماء الكتب، قائمة بمعنى ورقة عليها أسماء الكتب. باء، فيبتلعه مثلا بعد انتهاء المهمة، المهمة بمعنى الواجب. حدد المعلم النقاط المهمة في الدرس، المهمة الرئيسية أو الضرورية. ينذر الطائر التمساح زيادة في رد الجميل، الجميل اللي هو المعروف. هنأت المعلمة الطالبة سماحة على خطها الجميل، الجميل بمعنى إيش؟ الحسن. أربعة راح يكون واجب، اللي هو استعمل الكلمات الآتية في جمل مفيدة: دفع، بقايا، غاصة. هاي استعمل إياها في جمل إيش؟ في جمل مفيدة. الآن الفهم والاستيعاب: ماذا كان يفعل التمساح الذي رآه الرحالة على الشاطئ؟ التمساح كان يستلقي على شاطئ مشمس، وقد فتح فمه الواسع فتحة هائلة. إذن كان يستلقي باسترخاء تام، وقد فتح فمه الواسعة فتحة هائلة. 2. بما صور الكاتب كلا من الطائر والتمساح. صور الطائر بأنه طبيب الأسنان الطبيعي للتمساح أو فرشاة الأسنان، وصور التمساح بأنه إيش؟ بأنه الزبون. 3. ما الأمر الذي لا يحدث في عالم التماسيح والعصافير؟ الإشي اللي مش ممكن يحدث إنه يخون طبيبه الصغير، أو أن يمزح معه مزاحا ثقيلا فيبتلعه بعد انتهاء المهمة. إذن لا يستطيع أن يخون طبيبه الصغير ولا أن يمزح معه مزاحا ثقيلا فيبتلعه بعد انتهاء المهمة. 4. ما العلاقة التي تجمع بين التمساح والطائر؟ العلاقة التي تجمع بين التمساح والطائر علاقة منفعة، نوضحها. شو بيستفيد التمساح من الطائر؟ التمساح بيستفيد من الطائر في ينظف الطائر أسنانه. طيب الطائر شو بيستفيد من التمساح؟ يحصل على بقايا الطعام. إذن الطائر بتغذى عن طريق التمساح، والتمساح بينظف أسنانه عن طريق إيش؟ الطائر. ما العهد الذي أخذه الطائر على نفسه؟ إذا رأى شراً يحيط بالتمساح
أنظره بصيحة معروفة بينهما. سؤال 6، فسر سبب اختفاء الطائر والتمساح. ولقد رآنا، ليش اختفوا؟ ولقد رآنا الطائر الصغير من الداخل فحسبنا شرا داهما. طائرنا الصغير من الداخل فحسبنا شرا داهما. ما رأيك في عنوان الدرس؟ شو رأيك في عنوان الدرس يا خامس؟ ما العبرة المستفادة من القصة؟ العبرة المستفادة أن العلاقة بين البشر كالعلاقة بين الحيوانات، كل واحد يفيد ويستفيد من الآخر.